هو اللي اتعمل في كتاب يتسمى قاموس الضحك. هو رأس السهم اللي ربنا جعله سبب انه يفتح الطريق لجيله، ومش بس جيله، جيله انا شخصيا. هو الاستاذ في الافيه مع مرتبه الضحك العليا. هو حبيبه بيه نزل بورا الحائط علمنا الكاجوال. هو شخصيات كتيره قوي حبيناها، قول زي ما انت عايز، حماه بتاع التليفونات، عفروتو، رمضان مبروك، همام، وحي الشرقاوي، بنيا، نادر سيف الدين، مالك وشوشني، خلف الدهشوري، خلف، هو النجم الكبير قوي الاستاذ محمد هنيدي. النهارده بالنسبه لي انا عباره عن حلم، يعني حاسس ان انا بحلم الحقيقه. سعيدي في الجامعه الامريكيه بعد 20 سنه بالحفاوه اللي حاصله ده، فده انا يعني كرم كبير بشكر ربنا عليه. وهنزل هقابل الناس واشوف، يعني عارفه حاسس ان الفيلم نازل في السوق الاسبوع الجاي، ف انا حاسس ان هو هينزل، يعني فاهمه ينزل فين يا فندم؟ يعني خطوات تجهيز الجزء، لان كنت بتكلم على الجزء الاول كنت فاهم فهمتنيش. كنت حاسس ان هو لا، الجزء الثاني بقى في عهده الدكتور مدحت العاد، وهو لسه مصرح لنا دلوقتي ان شاء الله ابتدى يكتب، ويا رب ان شاء الله نعمل لكم حاجه كويسه. صراع بالفيلا، هي مسرحيه واحده اسمها 3 ايام في الساحل. تبقى امتى؟ فدحين احنا شغالين ليل ونهار الحقيقه، مجرد ما هنجهز هنتوكل على الله. كلام على الجزء الثاني، هي لسه في كلام، في كلام على انه يسرى هتبقى هي البطله قدامك في المسرحيه. يا رب لو الكلام ده صحيح ده شيء يسعدني ويشرفني. احنا لسه في المطبخ، وان شاء الله لما يكمل الكاست هنعلنه باذن الله. الجزء الثاني من الفيلم هتبداوا تصوير امتى؟ تصوير ايه؟ مدحت العاد لسه بيقول يا هادي. ميرسي جدا وشرفتوني، ميرسي لاهتمامكم. خلف في الدراسه كان شاطر جدا قوي يا طبعا، طلع اول جمهوريه. انا اللي خليته شاطر يا رب. طبعا ادي السؤال حضرتك في الدراسه، ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ لا الكلام طبعا ما كنتش شاطر جدا، يعني جدا دي انساها يعني، فاهم؟ بس ممكن اكون شاطر ايه، كنت بلعب طول السنه، بشتغل بقى في المسرح ده في الجامعه الحقيقه، وطول الوقت ما شفتش المدرب فن بقى وانت عارف الجو ده، بس كنت بقعد اخر شهر اذاكر واسقط على طول. والله يعني فتقول القاهره عملت كده سنتين ورا بعض والحمد لله سقطت واترفدت، فاهمني؟ لكن من ابتدائي لثانوي ما حصلش حاجه. يعني حصل مره كده حاجه ظريفه يمكن اول مره اقولها، جالي ملحق في اولى اعدادي في العربي. شوف المصيبه. والله بعدين زمان اللي كان بيجيب الملحق البوز طاقي في جواب كده، فانا وقفت كل باب النبرجيه ليا، فهمتي؟ كل اصحابي على مصي في كل شارع مستنيين البوز طاقي 3 ايام لحد ما خدت الجواب وقطعته ودخلت ونجحت الحمد لله. 3 ايام في الساحل. 3 ايام في الساحل نشتغل عليها دلوقتي، وفي الرباط من انتاج واخراج الفنان صاحبي وصديقي الاستاذ مجدي الهواري. وهقول لكم حاجه بقى لسه عارفها النهارده، هقولها لكم ما حدش عارفها خالص. المفروض ان في شركه من اكبر الشركات المسرح في امريكا اسمها شركه ليبرتي، دي بعتت لنا ميل شبه خطاب رسمي ان هي عايزه مسرحيه في الولايات المتحده تعمل تور بيها على مستوى العالم. فيلم خلاص. 5 كلمات. اول واحده
صعيدي. اه. تاني. في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني. صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني. الجزء الثاني. إن شاء الله يا رب. إيه بقى؟ إيه بقى؟ إن شاء الله. عند الأستاذ الدكتور. هو عايزين تشوفها قوي صح؟ أولا سؤال، أنتوا عايزين جزء تاني؟ يبقى نعمل جزء تاني. بصوا أنا دايما بقول كلمة كده، بقول عندي نموذجين مشهورين جدا في تاريخ السينما المصرية، يوسف شاهين وتوفيق صالح. توفيق صالح مخرج عظيم، عمل فيلمين بالظبط، عمل ضرب المهابيل وعمل فيلم تاني نجحوا جدا، فخاف يشتغل طول عمره عاش على الفيلمين. وعندنا نموذج يوسف شاهين اللي عمل افلام وقعد يخرج لغايه ما يموت. الحقيقه لما هنيدي قال على الفيلم انا فضلت خايف من النجاح، وبعدين قلت ما ينفعش لما ينجح لك فيلم تتسجن جواه وما تعملش غيره. لكن انا كنت مستني الفكره اللي تحمسني انا شخصيا على الفيلم. هنيدي عمل تيست كده على تويتر وجاله يعني كميه ريتويتس رهيبه عشان خاطر الفيلم، وقعد يقنعني وانا اقول له ان شاء الله طيب يا هنيدي لما ارجع لما اروح وكده، يعني اللي هو يعني ماشي شغال، لغايه ما لقيت فكره مش هقولها طبعا، بس هي فكره بالنسبه لي جذابه جدا وجربتها على اصدقائي، وان شاء الله اول يناير هتشوفوا الجزء الثاني من صعيدي في الجامعه. وجبت تسمع الموبايل في حته كوبيه.